قبل عيد الأضحى المبارك، تستعد المسالخ بشكل كامل لاستقبال الأعداد الكبيرة من الأضاحي وسط ترتيبات على مستوى عال من النظافة والأمور الصحية للأضحية تحت مظلة الهيئة العامة للغذاء والتغذية التي أصبحت الجهة المسؤولة لجميع مسالخ المحافظات. احنا بالنسبة لنا هذا أول عيد تحت الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فمن واجبنا ان قبل العيد لازم نشيك على المسالخ ونتاكد ان في عندنا عدد كفايه من الاطباء البيطريين، نتاكد ان الجزارين عندهم كشف صحي، نتاكد ان في صرف صحي، وكل هذا عشان نبي نسهل للمواطنين بحيث ان الوقت هذا يمر ان شاء الله بسهاله ويكون الوقت يصير لهم. الهيئه هي المسؤوله عن المسالخ من تاريخ 1/12/2016 انتقلت المسالخ من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية. مسلخ محافظة حاولي واحد من مجموعة مسالخ المحافظات والتي ستخدمها أيضا مسالخ مؤقتة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الأضاحي تحت إشراف مفتشين ودكاترة بيطريين. استعداداتنا كانت كافية ومستمرة على المسالخ بشكل عام جميع محافظات الكويت، وايضا بالاخص اللي المسالخ المؤقته اللي سويناها بالتعاون مع الجمعيات التعاونيه، وشيكنا ايضا على اشتراطات الصحيه كامله، ونتمنى ان شاء الله ان نؤدي خدمه ممتازه ان شاء الله حق المواطنين. احنا تعاوننا مع بعض الجمعيات التعاونيه، وايضا اشكر الهيئه العامه للبيئه وبلديه الكويت ان ساعدونا ايضا في هذه المهمه، وايضا رجال وزاره الداخليه اللي راح يتعاونون ايضا معنا، وراح تتوفر في بعض الجمعيات في بعض المحافظات وان شاء الله سهلات. الهيئه العامه للغذاء والتغذيه وضعت خطه متكامله لاستقبال المضاحين باضاحيهم بمسالخ مجهزه بشكل كامل لمختلف المناسبات. راد الشمري لتلفزيون دوله الكويت.